تعهد وزير الزراعة المصري عصام الفايد بأن يحصل 91% من مزارعي القمح في مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم، على دعم نقدي قدره 166 دولارا عن الفدان الواحد وبحد أقصى ل 25 فدانا. ويهدف تغيير نظام الدعم إلى إنهاء مشكلة خلط القمح المستورد بالقمح المحلي بهدف الاستفادة من الدعم الذي تدفعه الدولة لمزارعي القمح.